ضرورة إعطاء روح وهوية للمشاريع التي ستنجز بالقرب من المواقع الأثرية هو ما أكد عليه وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد اليوم من باتنا. مراسلة عيسى طروب. ثروات ثقافية وسياحية هامة تزخر بها ولاية باتنا وحكايات ترويها تمجاد، مشاريع للتوسع السياحي ومخططات للتهيئة وتحديد المعالم بأغلفة مالية هامة وقف عندها وزير القطاع حاثا على توظيف الوسائط التكنولوجية للتعريف بها. التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في الوجود والتواجد والحضور عبر الانترنت، عبر المواقع الإلكترونية، استعمال أحدث وسائل الإعلام والاتصال من أجل التعريف، الترويج، الإعلام والاتصال. ولأن باتنا مثقلة بروائع الصناعة التقليدية، أعطيت إشارة انطلاق مشروع دار للصناعة التقليدية ومركز تقني للمعادن الثمينة بنسق عمراني بديع، كما الوكالة السياحية للأصفار بوسط المدينة.